كحك وغريبه والبيتي فور والبسكويت، هو الناس كلها اتعودت، دي عاده مصريه قديمه، فالناس كلها اتعودت عليها ان هي تجيب كحك وبسكويت و ولو حد معهوش فلوس يعني ايه، في ناس بتستلف عشان تجيب كحك وكده عشان إيه، هي فرحه. وفي ناس طبعا ربنا سبحانه وتعالى طبعا بيرزق الناس الجيران وبتاع، بيعطفوا عليهم ويجيبوا لهم كحك وبسكويت، بس لازم الناس كلها يبقى عندها كحك وبسكويت. كحك، البسكويت طبعا، بدي فور وترمس حمص والرنجه، هي عاده وخلاص يعني. هو ممكن نستغنى عنها بس خلاص يعني، كل واحد خد ان العيد لازم يكون فيه كحك حتى لو بابسط الامكانيات، مش شرط تكون حاجه بالريد فيلفت زي ما شايفين اليومين دول، بس على الاقل تبقى بابسط الامكانيات يعني. طبعا الكحك يعني مفيش حاجه يعني، الحلويات والحاجات اللي زي كده ما ينفعش الكحك من غير عيد. طبعا عاده، اكيد اكيد، والمصريين ده عاده قديمه جدا يعني، لازم يبقى فيه كحك في العيد اكيد. والله بالنسبه لينا احنا يعني كده بنجيب مثلا يعني، بنطلع من اللحوم وبتاع، بنجيب فسيخ لحم بتاع دوت ملوحه كده يعني. والله دي بقى يعني هي عاده وربنا ما يقطعهاش علينا، ف يعني بنعمل مثلا في الفرن بتاع كحك بتاع يعني، دي عاده كل سنه في العيد يعني. على حسب المكان، في ناس بتاكل السمك، في ناس بتاكل اكل اللي هو ما فيهوش بروتين خالص، على حسب كل منطقه يعني. لا انا ما عنديش المبدا ده، بالعكس انا عايز ابطل العاده دي، انا عايز مبطلها تقريبا يعني. يعني انا مش مقيم هنا في مصر، لو بعيد عن الاسره ما فيش الكلام ده، هو شويه لو فايت لو ممكن نفطر بسكويتات او كلام من كده، لكن مش لازم يتعمل كحك ومش لازم نجيب كحك، اجهاد مادي للبيت وملوش لازمه.